بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد إن شاء الله يكون مفيد في ظل الظروف الراهنة من تعليق الدراسة في معظم وكافة دول العالم. ربنا يكشف الغمة يا رب إن شاء الله بإذن الله، ويمتع الجميع بالصحة والعافية. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. بنتكلم النهاردة عن الفصول الافتراضية، ربما تكون الاسم دارج بالنسبة لحضراتكم اللي بيستخدم البلاك بورد، لكن هنا ما بنقصدش البلاك بورد، احنا بنقصد هنا برنامج آخر ممكن نعمل من خلاله الفصول الافتراضية، برنامج أو تطبيق إلى آخره زي ما هنشوف حالا دلوقتي. وبرنامج الحقيقة ممتع وفي إمكانيات جميلة جدا. هذا البرنامج أو الموقع أو التطبيق هو موقع اسمه زوم، خلاص، وده الرابط بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، بالدخول عليه وفتح حساب، وفي طبعا حساب مجاني وفي حساب غير مجاني، ده بيتوقف على نوعية النظام اللي احنا عايزين نستخدمه. لكن حتى النظام المجاني بيكون كافي بالنسبة لنا، لأن هو بيكون بيخلينا يمكننا من ايه، من عمل مشاركة تطبيق، مشاركة شاشة، مشاركة ملفات، صوت، صورة، فيديو، تسجيل المحاضرة إلى آخر هذه الأمور. الحقيقة الممتع في الأمر إنه هو يمكن إنه هو إضافته وربطه بنظام البلاك بورد زي ما احنا شايفين أهو، أنا ضايفه في صفحة خاصة بالبلاك بورد أهو، ضايفه هنا، وبالتالي الطلبة مش هيروحوا في أي مكان آخر، لا، من خلاله، من خلال الضغط على الرابط ده يقدروا يوصلوا للصفحة دي زي ما احنا شايفين. انا دخلت اهو، دي صفحة الجامعة، المقررات الدراسية هي موجودة، دي الصفحة بتاعتي الخاصة بيا اهو، ودي الشاشة بعد ما فتحنا برنامج زوم، اقدر اعمل تطبيقات ومشاركة زي ما انا عايز، حتى اقدر ادعو كمان، نقدر نعمل دعوة لبعض الافراد عشان يقدروا يحضروا سواء من خلال الرابط ده الى اخر هذه الامور. يبقى اذا ممكن الاستفاده بيه. طبعا الممتع في الامر ان الجامعات بتستخدم البلاك بورد لو ربطته رسميا، فبالتالي الافراد الطلبه وهم داخلين هيدخلوا بالاي دي بتاعهم، وبالتالي سهل عليهم ان هم الاسماء تظهر زي ما هي ظاهره في النظام. طبعا زي ما هو واضح عندنا كمان، قلت ان هو تطبيق، تطبيق زي ما طبعا شايفين ان عدد كبير ممكن الدخول الى الجلسه. طبعا النظام المجاني بيحد اعتقد وقت الجلسه ب 40 دقيقه، وطبعا ده يعتبر كافي جدا يعني، خلاص، لان احنا ممكن نكررها تاني، لكن وقت الجلسه واحده اعتقد ان هو 40 دقيقه يعني. التطبيق موجود على الابل ستور وموجود على الجوجل بلاي، او اللي هو الناس اللي شغالين بنظام الاندرويد. التطبيق ممكن ينزل على الجوال زي ما حضراتكم شايفين، انا طبقته وجربته فعلا وانا على الجوال عندي اهو، دي الصوره بتاعتي واضحه جدا على الرغم ان انا ما كنتش فاتح الاضاءه بصوره كافيه، لكن ده الصوره الخاصه. طبعا في امكانيه تسجيل الجلسه كلها بالكامل. ده كان مقدمه بسيطه على موقع وبرنامج وتطبيق الزوم في استخدام الفصول الافتراضيه، وان شاء الله هيكون هناك ورشه كامله لكيفيه التسجيل واستخدام هذا البرنامج بالتفصيل ان شاء الله. والى ان نلتقي في الفيديو او الورشه، اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونسالكم الدعاء بظهر الغيب إن شاء الله.